دكتور أشرف العربي في الصالون الثقافي الاقتصاد المصري 2017. الصالون الثقافي كان آخر الضيوف الدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية السابق. بنبدأ عام 2017 برؤية على الاقتصاد، الفرص والمخاطر، ومصر اقتصاديا أين هي الآن وإلى أين تتجه. وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي هو ضيف الصالون الثقافي، والذي يرغب من حضراتكم في الحضور يراسل البرنامج على المعلومات الموجودة على الشاشة لاختيار بعض السادة المشاهدين لحضور الصالون الثقافي الاقتصاد المصري 2017.